بسم الله الرحمن الرحيم، نورتونا، اهلا وسهلا بيكم. النهارده هيبقى اليوم السابع لكانز. كانز اللي هو قصر العيني نيورو سب سبيشاليتيز. اليوم السابع، اليوم السابع ده يوم جميل على فكره دكتوره ريم. اول مره ابتدينا فيه ده كان من سنين كتير، صحيح احنا مش بنعمل مش 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 ريجولر يعني الميتنجز بتاعتنا دي، ما هي اتمنى في يوم من الايام طبعا ان هي تبقى كل شهر، مش كل يعني، ما ربنا بيقدرنا كده اهوت، بس ربنا يسهل على ايد الدكتوره ريهام بقى لما تستلم مني القياده يعني باذن الله. بحاول ان احنا يكون في تكريم في كل مره، بس النهارده هيكون يوم تكريم متميز جدا 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 للأم الروحية، أجمل أم في قسم الأمراض العصبية، الأستاذة الدكتورة ميرفت مصطفى. دكتورة ميرفت أفضلها على كل من في قسم الأمراض العصبية. أنا لسه هتكلم كتير قوي 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 لما هيجي الوقت اللي هتكلم فيه على دكتورة ميرفت، وإن كنت مش ممكن إن أنا هفي بقطرة من بحر في الأفضال اللي عليا فيها، عليا أنا شخصيا، فما بال إن كل فرد في القسم أيديها البيضاء. كانت طبعا يعني دكتورة ميرفت أفضلها علينا في كل واحد في القسم فعلا فيها. هنبتدي بس اليوم بالفارسات الجميلات بتوعنا، هيقدموا لنا حدوتة أتمنى إن هي تكون لطيفة جدا. المرة دي كانز اللي هي نيورو سب سبيشاليتيز، احنا بنقدم التداخل في الأعصاب، علاقتها بالأقسام المختلفة. المرة دي التداخل هيكون مع قسم العيون. اعتقد ان القصه المره دي ان هي هتكون فيري تشالنجينج. الفارسات بتوعنا المره دي هيكون دكتوره ريهام عماد، المفروض ان هي دي ذا موست جونيور نائبه عندنا، بس انا اعتقد ان هي فيري بروميسنج. دكتوره ريهام من ساعه ما دخلت القسم وهي بتقول لا ده انا مش هكون انسانه عاديه، انا هكون انسانه متميزه جدا. عينيها اللي بتلمع دي بتقول لا ده انا هبقى حد مش عادي. مش بتكلم كده وبنفخ فيها، لا، ريهام بتاخد الموضوع على اعصابها بشكل، انا اللي بقول لها لا يا ريهام خفي شويه، ان ريهام ما بتنامش. ريهام انا وهي بنعمل زوم الساعه 5 الصبح، انا ما شفتش بصراحه الشغف ده في ولا حد من نواب القسم بجد. حد يعمل معايا زوم الساعة 5 الصبح دي؟ ما شفتهاش. أنا بشكرك يا ريهام. دكتورة مها صلاح، يا سلام على قد ما هي نار أيدة، أنا بقولها هي للمرة المليون، ولا إيه دكتورة ساوس؟ حماس الشباب لا وما اعرفش ايه وخناقه، وعلى ما افهم كل حاجه يا مها بهدوء، طب نفهم، لا ما اعرفش ايه، بس تسمع في الاخر حاضر. حلو قوي كلمه حاضر دي بتريح، بس لازم ان هي تبقى على بيز، هي بيبقى حلو قوي الكلام مع السينيورز ان هو نفهم كلمه حاضر، ونفهم حاضر الاول، هي المفروض ان احنا بتوقع اسمع حاضر وبعدين يعني ده اللي بنتوقع، احنا كنا تربينا على كده، اسمع حاضر وبعد كده افهم وبعد كده اناقش، لكن اناقش وبعدين اسمع كلمه حاضر دي بتبقى حلوه. رنا شبل من قسم العيون، دي بقى كنز بقى، يا سلام تربيتي في كنز، جميله جميله جميله. دي انا هسمعكم انتوا بقى كنز هو عباره عن ايه. في شخصية الدكتورة رنا شبل، طبيب مقيم رمد في منتهى الجمال. تفضلي بقى يا دكتورة ريهام، ابتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا ريهام، يعني تخشي تعرفتني يعني لسه لايف في الليست. والأول بشكر دكتور شيرين يعني إن هي يعني إدتنا فرصة إن إحنا نقدر نتكلم هنا، شغال؟ أقرب شوية؟ ماشي. إن هي إدتنا فرصة إن إحنا نقدر نتكلم وإن هي وثقت فينا يعني وكل كلامها الحلو ده. ويعني برحب بكل أساتذتنا اللي موجودين، ودكتور ميرفت، دكتور نيرفانا، ودكتور نيفين، دكتور ريهام، دكتور أماني، كل أساتذة.
والنهارده المفروض ان احنا نتكلم عن كيس تشالنجينج جدا. It's a family consists of 7 siblings. اول واحده فيهم أول واحدة هي she's 24 years old, born in بحيرة. She's married since age of 16 years. ومفروض she's well educated يعني وتتعين تبقى وكيل نيابة. في نوفمبر 2022 جالها right sided weakness و dysarthria و dizziness, ما كانش معها facial deviation أو gaze. She sought medical advice و surprisingly طلع عندها left cerebellar infarction, which is يعني not normal for her age. عملت ساعتها الستروك ورك اب كله وعملت دوبلكس وايكو, كانوا كلهم نورمال, بس عشان يعني regarding her young age ابتدت doing antiplatelet. بعد كده she kept always complaining of ان هي عندها severe headache. الهيدك ده دايما whole cranial dull aching partially relieved by analgesics, وكان معاها blurring of vision, كان with daily frequency. فعشان يعني الشكوى بتاعتها عملت fundus examination. Fundus examination ساعتها باين papilledema grade 2. وشي started sedamics او يعني acetazolamide عشان يقلل production بتاع CSF عشان يقلل pressure. بس يعني قبل ما نكمل كلام هي رنا الاول, هتكلمنا الاول عن الكلينيكال ابروتش للبابيلديما عامة وبعدين هنكمل كلام عن البيشنتس. Good morning, dear professors and colleagues. Thank you for inviting me here. شكرا دكتور شيرين. النهارده هنتكلم على clinical approach to a case of papilledema. First of all, papilledema is bilateral optic disc swelling due to increased intracranial pressure, and the mechanism behind this is the transmission of the high intracranial pressure to the subarachnoid space surrounding the optic nerve. This results in a disturbance of the normal gradient between the intraocular pressure and the retrolaminar pressure, resulting in high tissue pressure within the nerves and axoplasmic flow stasis. This is the most frequently used scale for grading papilledema. We start with grade 1, where there is a grayish C-shaped halo around the optic nerve, sparing the temporal margin. Grade 2, a circumferential halo around the optic disc. Grade 3, a starting obscuration of the vessels as they leave the disc. And grade 4, an obscuration of a major vessel on the disc. And then grade 5, is obscuration of vessels on and leaving the disc, plus all the other following grades. But before rushing to the conclusion of papilledema, we have to first exclude other causes of bilateral disc swelling without an increased intracranial pressure. These include, on top of the list, hypertensive emergency diabetic papillopathy, as well as toxic insults, metabolic causes, inflammatory and infectious conditions, autoimmune disorders, and other causes such as optic neuritis, ischemia, and compression. However, these are more likely to occur unilaterally. And when met with a case of optic disc swelling, one must differentiate between a case of true papilledema versus pseudopapilledema, one of which could lead to visual loss and optic atrophy as demonstrated here. And this is where history taking and meticulous analysis of the complaint and examination is key. It's very important not to avoid diagnostic bias and not to fall into some demographic delusions. A very common example of this is how many obese women in the childbearing period are misdiagnosed as IIH when they simply present with pseudopapilledema. This takes an emotional as well as a financial toll on these patients and also exposes them to unnecessary investigations, oftentimes invasive, such as lumbar punctures. In cases of pseudopapilledema, most commonly due to an optic nerve drusen or a congenital deformed disc, tilted disc, or hypermetropia, then the vessels are normal with no hyperemia of the disc and no obscuration of the vessels. In cases of papilledema, there will be dilated tortuous veins, splinter hemorrhages, a hyperemia of the disc, retinal folds, and obscuration of vessels on or at the borders of the disc.
Sometimes it's not that easy to differentiate clinically, and this is when we reach we opt for another imaging modality to help us. Orbital ultrasonography may point to optic nerve drusen in the following scan by showing a hyperreflective lesion on the optic nerve head. And in cases of true papilledema, it would show a widening of the optic nerve sheath diameter due to the presence of increased fluid within the nerve sheath. This is a rapid, cost-effective, and minimally invasive procedure, 90% sensitive to true papilledema and 79% specific for pseudopapilledema. Another imaging modality we heavily rely on is the optical coherence tomography. In cases of optic nerve drusen, it would show a lumpy contour of the optic nerve head, and in cases of true papilledema, it would show this smooth inner contour with a V-shaped hyperreflective space in between. And another clue would be the inward bowing of the Bruch's membrane related to the high retroperitoneal pressure behind the optic nerve. This modality, the OCT, we also depend on heavily for detection of the reduction of the thickness of the retinal nerve fiber layer. This is a parameter we use to follow up patients of papilledema as well as correlated to the visual field losses and the clinical grading of papilledema. This is another demonstration of the difference between the drusen and the papilledema on OCT. Next, we have the visual field. In cases of papilledema, most cases for the longest time of their disease course will only have an enlarged blind spot corresponding to the optic nerve swelling. Later on, as the disease progresses, they may start developing peripheral constriction of the field, most commonly in the infranasal sector in cases with IIH. Now that we've excluded pseudoedema and other causes of bilateral optic disc swelling without an increase in intracranial pressure, we move on to brain imaging to diagnose or exclude mass lesions, hydrocephalus and hemorrhage, CTV or MRV to diagnose venous sinus thrombosis and stenosis, and then we can move on to lumbar puncture only if there is communicating hydrocephalus. Besides the opening pressure, it's very important not to omit CSF studies, as these not only diagnose or detect inflammatory and infectious conditions such as meningitis and encephalitis, they also may lead to the diagnosis of insidious malignancies presenting with papilledema as the very first sign. And as we approach the diagnosis of idiopathic intracranial hypertension by finding a high opening pressure, It's also important to reevaluate the labs and history of the patient, as well as anemia, nutritional deficiencies, any hormonal disturbances, infection, drugs, or pregnancy. And we'll move on to our patient once again. بس هو الأول برضو ما هي يعني تدينا briefly كده شوية information about CSF production. نتكلم عن patients. عندنا they are 7 siblings كلهم عندهم signs of IIH. The first patient, she's 24 years old, which is well educated. في November 2022 جالها right side weakness مع dysarthria و dizziness. وبعدين ما كانش معها right side weakness. ما كانش فيه أي gaze أو bulbar symptoms. أو facial deviation. عملت brain MRI طلع فيه left cerebellar infarction.
عملت بعد كده الاكو والدوبلكس كانت completely normal but she kept always complaining of headache. فبعد كده عملت fundus examination. ساعتها عملت ده الMRI بتاعها. بعد كده عملت الفندس examination طلع عندها bilateral papillizima grade 2 وبدأت acetazolamide علشان يقلل ال pressure. بعد كده she proceeded ان هي تعمل MRV بقى عشان ندور على سبب الانتركرينيال تنشن العالي. فالMRV طلع الأول stenosis. أنا هوري حضرتك الامجين بتاعها يعني أهو. لا she's not. بعدين هي يعني without consultation وقفت الأسيتازولاميد. She's married. She's married وعندها two offsprings. لا IUD مش هرمونال. بعد كده بدأت يعني she stopped against consultation سيداميكس في ديسمبر. كانت بتاخد 4000 ميلي جرام في اليوم. كانت بتاخد 4x4 وايز دوز. وكان ساعتها في ريزولوشن للبابيليديما. بعد كده لما وقفته against يعني consultation ساعتها حصل لها rebound papillidema grade 3 to 4. كان grade 2 كان bilateral grade 2 مظبوط. بقت 4 مع ان ال MRV كان بيطلع الاستينوزس مع اللي هو transverse sinus stenosis. One month. بعد كده لما وقفته في فبراير عيدنا الفندس examination طلع ساعتها grade 4. لا هي حس ان هو بيتعبها السايد افكتس بتاعته فوقفته من نفسها من نفس اجينس without consultation. بس ده ريسنت اوفثالمولوجيكال ايفالويشن بتاعها. عشان الستينوزيس اللي في الترانسفيرس ساينس عشان مش نوت اوبيز وهم بليجا صح. بعد كده عملت diagnostic catheterization مع دكتور فاروق حسن عشان يأسس ال pressure gradient مع الاستينوزس. وده لو الشخص اللي
بدون شويه دلوقتي بالنسبه لنا الريفنت ما بقاش نشوف فيه سنه ونص ولا اول مره افتح كيس فلوس دي او مره اشوف النظر كامل. فطبيعي ان احنا بنطلع سنه ونص علشان نحط قلبي في اجل ولا لا؟ الحقيقه انا ما بقاش بقول شيء طبعا يعني انا ما عارفش حاجه عشان كده انا بتكلم بصوت عالي. بشكرها لاول مره كويس اصلا احنا عندنا دلوقتي كلمه ايه؟ سايلس ستيونز. في نفس الوقت بقى اللي هو كانت لما عملت الدايجنوستيك كاتيترايزيشن طلع البريشر جريدينت على الاستينوزيس ده اكتر من 5 مليمتر ميركوري فهي كانت ا جود كانديديت ان هي تعمل فينوس ستنت. بعد كده في نفس الوقت اللي احنا كنا بنمانج مع يعني the first patient سمرايز تاني عشان الكل يبقى معانا في ال احنا لما بنلاقي عيانه بابليديما وست في العشرينات على طول بيجي دماغنا للاندوباسيك اللي هو الايه الاي اي اتش خلاص الاي اي اتش بنعالجه بالداموكس والسيتاميكس وبنعمل ام ار في عشان نحط انتيكواجلانت ولا لا لما يبقى فيه ثرومبوز لكن لما يبقاش فيه ثرومبوزس يبقى فيه ستينوزس لازم اعمل حاجتين لان الفي ده كويس جدا وايس البشره زي ما انت قلت كده ولازم اعمل حاجه اسمها فينوس حاجه اسمها فينوجرافي فينوجرافي اشوف فينوجرافي حاجه اسمها ايه بشوف السيركيليشن كلها بتاعه الفينوس سيستم تمام سي تي فينوجرافي حاجه ثانيه اسمها ايه انا بعتها لكم على الـ لان العيانين دول اول حاجه ممكن تلاقيها في عائلات مش واحد بس تلاقي العيله كلها فيها كده او في هونج كونج او في اليابان او في يعني زي الانديميك كده زي الاشر وبالتالي لازم نتغير الفكره بتاعتنا على طول نلاقي القصه دي استينوزيس في عيانه ونوتروس بوندنج اول ما اوقف يحصل ريباوند لازم اعمل ام ار في واعمل فينوجرافي اقول له خد اسبوعين دلوقتي وايه واشوف الحاله لانها ممكن يبقى المانجمنت فقط هو الاستنت والاستنت انا الحقيقه كانت متوسعه زيها بس عندي مناقشه للاسف برضه دلوقتي انا عايشنا عشان اخر يوم فعنده مناقشه رساله معلش عنده مناقشه رساله فايه اللي حصل؟ قال لي انهم في الازهر عاملين كل عيانه اي اي اتش لازم على طول يعملوا الفينوجرافي ده وتكلفه الاستنت بكل القصه دي كلها في حدود 30,000 مبلغ يعني مش جايب $1,000 والعيان وعيلته يرجع كومبليت للنورمال كامل يا باسم كله معلش انا محتاجه انا اقول نقطه صغيره بس شغال كده شغال انا
محتاجة ان انا اقول كلمة idiopathic intracranial hypertension. احنا خدنا عليها على ان كلمة idiopathic intracranial hypertension هو increased size of CSF. انا متهيالي ان احنا محتاجين ان احنا نغير الكلمة دي شوية. هل CSF فعلا بيزيد ولا في سبب تاني للإيديوباثيك إنتراكرينيال هايبرتنشن؟ وهو ان الضغط نفسه هو اللي بيزيد لسبب اخر، هو ان الوول نفسه هو اللي بيتأثر، ان الوول نفسه بيضيق فالضغط بيزيد، ولو ان السي اس اف الحجم بتاع السي اس اف نفسه ما تغيرش. يعني عايزة اقول حاجة، هي دلوقتي الدكتورة ريهام هتتكلم عن اخت المريضة أمينة اسمها مروة، هتتكلم عنها باستفاضة. السي اس اف بتاعها احنا فوجئنا بان المريضة اللي هي اختها السي اس اف احنا فوجئنا ان هي جريد 4 بابيليديما. مش بحرقها، هي هتكلم عليها بالتفصيل، بس انا محتاجة ان انا اعلق على النقطة دي بالذات. جريد 4 بابيليديما فجأة والسي اس اف بتاعها 300. اذا كنا بنقول ان ده دي كرايتيريا بنشخصه بان السي اس اف اعلى من 250، طب لما الاقي ان السي اس اف بتاعها 300 بجريد 4 بابيليديما، يبقى انا ما زادش عندي السي اس اف بدرجه عاليه جدا. واحنا لقينا لا، هي شكت من صداع خفيف، بس انا عايزه اقول ان احنا لما بنلاقي الاي اي اتش بتاعنا اللي هو الروتيني العادي بالسي اس اف بتاعنا 1000، يبقى لما الاقي ان السي اس اف 300 بالذات 300 بس، يبقى معنى كده ان السي اس اف كونتنت الحجم بتاعه ما زادش للدرجه دي، بس بس اداني جريد 4 بابيليديما، يبقى انا في عامل تاني عندي ان الوول نفسه اللي هي ولقينا عندها بايلاترال ستينوزس على فكره. الثانيه، يبقى ده معناه ان كلام حضرتك صح جدا، يبقى كلام دكتور سيد الزيات صح جدا، يبقى العلاج هو بايلاترال ستينتنج، ده صح جدا، وليس العلاج في الحاله دي ان انا ادي سيداميكس. انا لو فحت العيانه دي بسيداميكس 4000 مش ربع مش طبعا، ولا الهوا لو قعدت طول عمرها ان هي تاخد في سيداميكس مفيش فايده. يبقى الحل الوحيد هو البايلاترال ستنتنج. انا بايد كلام حضرتك جدا. وبالتالي الشنط وكده في الاستيشن وكده ليس له اي علاقه بعدين. الـ second patient هي 20 أختها بالضبط، هي she's 26 years old. كان بتكمبلين من هيدك، كان الهيدك فرونت ريليتنج تو ذا اي دال ايكينج، كان بيبقى بارتشلي ريليف ذا انرجيزكس مع فوتوفوبيا وفونوفوبيا ونوزيا وتينيتس وبلرنج اوف فيجن. كان بالالترنيت فريكوينسي بتاعته بان هو يبقى ديلي فور مانس، بعدين يقعد مانس يعني فور 2 تو 3 مانس بدون اي هيدك. فالبيشنت سوت ميديكال ادفايس هناك، عمل الكوندو. بس عملت الفندس اكزامينيشن طلع عندها بايلاترال بابيليديما جريد 4. النيورولوجيكال اكزامينيشن بتاعها اتس ا فايندينج ان ذا هول فاميلي ان هم كلهم عندهم هايبر ريفلكسيا في البوث لور ليمب باثولوجيكال ريفلكسز. بعد كده شي بروسيدد للامبر بانكتشر، طلع الاوبننج بريشر بتاعها 300 بس سنتيمتر ووتر. وبعدين عملت البرين ام ار اي والام ار في، فكان ده كان عندها بارشال امتي سيلا، كان عندها وايدن ميكلز كيف، وسربرايزنجلي بقى الام ار في بتاعها كان عندها الرايت سايد هايبوبلاستيك وستينوزس في الليفت سايد. بس هي لسه ما عملتش يعني ان هي تعمل دايجنوستيك كاثيترايزيشن. عندها هايبوبلاستيك على اليمين وعلى الشمال ستينوزس.
لا خلي بالك بترجع تقولي له ايه اعتقد ان القصه زي بتاعت الكورونا اللي بتاعت الحرب كده. ايوه يعني قصه الكورونا بتاعت الحرب نفس القصه. ايوه انا مش عارف ما عندكش حاجه بتاع الاستينوزيس. بعد كده بقيت الفاميلي دول ما يعني معظمهم ما كانش عندهم كومبلين بس احنا يعني جبناهم عشان انفستيجيت عليهم. فهم يعني كلهم في ميلز ما عدا ذا لاست وان هو ميل وكلهم يعني جرادوال ايج كده 20 21 18 16 12. كان بس في منهم بس ذا ثيرد سيستر دي كان عندها كومبلين من هيدك. الباقيين كانوا ما بيشتكوش من حاجه. ممكن دي كان يعني ذا فيفث سيستر كان بيبقى عندها تشوكينج اتاكس عملت عليه flexible endoscopic evaluation of swallowing طلع normal. بس بعد كده ال sisters اللي هم عندهم 20 و 21 years old عملوا ال MRV وبرضو طلع فيه نفس ال findings اللي هي عندهم widened Meckel's cave وعندهم partial empty cella وعندهم برضو hypoplastic عندهم attenuated left transverse sinus. بس السيستر الرابعه دي الرابعه برضو كان عندها نفس عندها فلويد حوالين الاوبتيك نيرف وعندها هايبوبلاستيك ليفت وستينوتيك رايت. فبرضو عندهم نفس الستينوزس اللي موجود في ترانسفيرس ساينس دون هي ما عندهاش كومبلين قوي يعني شدين سيك اني ميديكال ادفايس هي بس جت علشان نفولو اب. انما الاخوات اللي هم 18 16 و 12 سنه كان الام ار فيز بتاعتهم نورمال بالظبط. المادر كمان بقى اربعه من الاخوات عندهم والمادر من سبعه هم تسعه ام واب وسبعه كده وفي كمان على فكره اخت الاخ كمان توفي رحمه الله كبير فاحنا مش عارفين ده كان عباره عن ايه. مش عايز اقول لحضرتك ان وارد جدا ان في حد غير العيله مش عارفين يعني احنا جبنا العيله اللي هم الأب والأم قريب؟ اه درجة أولى درجة أولى مهم جدا بقى ليك معلومة بس ده هي حاجة شكلها غير مايتوكوندريا لأن الأم عندها أكتر حاجة بس جميل قوي الأم ما عندهاش صداع صحيح الأم اللي هي أكتر حد ما عندهاش صداع عندها بيبليزيما وعندها إنكريز انتراكرينيا تنشن وعندها الإم آر بي بتاعها ملخبط وأربع ستايب ما عندهاش صداع وأربع ستايب ما عندهاش كومبلين ما عندهاش ما عندهاش بابليديما بس الايمجنج بتاعها خفيف بتاعها ملخبط مش كده لا وعندها ام ار في بتاعها ملخبط الام ار في ملخبط بس دي الام وعندها مانيفيستيشن بيجز الام شيز 45 diabetic ischemic heart disease و asthmatic بس ما عندهاش specific complaint neurologically والneurological examination بتاعها كان normal. ال MRI وال MRV بتاعها كانوا مطلعين empty cella و prominent Meckel's cave و fluid around the oculomotor nerve و effacement لل frontal horns وكان ال MRV يعني ده ال imaging عندها partial empty cella هنا وعندها fluid حوالين ال optic nerve. كل حاجات الامتي سيلا بتقول دور على البليديما يطلع العيانة تسقيفة بقى كبيرة بقى صحيح ده كده زي ما عشت عملت رسالة بقى حقيقة حقيقة تتذكر اي امتي سيلا دور على الفانس. بس ده الام ار في بتاع الام عندها هايبوبلاستيك ليفت وستينوتيك رايت لا بيتعكسوا يعني اول واحده بس اول واحده كان هي من ضمن الحاجات الغريبه كمان ان بالسن بيفرق يعني الحاجه موجوده في الام وموجوده في الاخوات الكبار وبيختفي مع الصغيرين. في حاجه كمان غريبه جدا انت كلمتي على يوسف يوسف لا يعني يوسف بس كان بيشتكي من هيدك بس ما انا كنت كلمتي عليه طيب ولا لسه؟ يعني يوسف هو اخر واحد هو السابع هو الولد. يوسف كان بيشتكي من هيدك ولما اتعمل له اوفثالمولوجيكال اسيسمنت كان موجود عنده جلوكوما. الحاجه
طب بس دكتورة رانا تحبي تكلمي على يوسف؟ اديها المايك. هو يوسف طلع الكابس بتاعته فيها فيسيولوجيكال كابينج، يعني هو كابينج كان في كاب ديسك ريشيو اي سيمتري بين العين اليمين والشمال، وده بيدل انها ممكن يبقى جلوكوما، بس لما عملنا له ابلانيشن وتونومتري طلع نورمال. طبعا عملنا له او سي تي برده عشان نطمن ان مفيش اي ريدكشن في الريتينال نيرف فايبر لايرز، وبرده سو فار نورمال. طب ممكن اعلق انا بقى؟ طبعا كلمه نورمال دي فيري كويري، ان احنا ممكن ان احنا نلاقي ان الفيسيولوجيكال كابينج ده ات از نوت فيسيولوجيكال كابينج، بالظبط، ان في اي سيمتري بين العينتين، ده ممكن ان انا الاقي ان الوايدنينج اوف ذا كابينج ده ات از ا بري جلوكوما ستيت. انا ممكن ان انا الاقي ان الولد ده هيديفلوب اتروفي ممكن اوف الاوبتيك نيرف، وليس ان هو فيسيولوجيكال كابينج. especially ان هو asymmetrical، هو ده اللي مخلينا الولد محتاج ان هو كل 3 شهور ان انا اتابع بOCT، لان الوايدنينج ده از ابنورمال. yes. الاقي طفل صغير عنده وايدنينج اوف ذا كاب ما استريحش ابدا، ممكن للاسف الشديد يحصل له اتروفي وانا مبسوطه جدا وسعيده ان هو ده فيسيولوجيكال كابينج. لا، ممكن الاقي ان هو اتس اتروفي لانه الOCT ده مش طبيعي. انا اخاف على يوسف ده اضعاف ان هو ده مش ارتشاح اللي عنده، بالعكس ده هو عمال بيفقد في النيرفز. yes. يعني سيبك من اخوات يوسف ده، دول كلهم كوم، وهو ده حماده تاني خالص. ده اللي هيبقى بيفولو اب ريجولر، ده كل 3 شهور يوسف ده محتاج OCT. اكزاكتلي. بكام يا حبيبتي؟ ب 90 جنيه هو بقى هي. ماشي. عندنا ايه كمان؟ مروه اتكلمنا عليها خلاص، مروه اتكلمنا عليها واتكلمنا على بقيه الاخوات والامجنج بتاعهم. تمام. يبقى احنا عندنا دلوقتي في قصه ان احنا مش كل الاي اي اتش عباره عن انكريز اوف سي اس اف برودكشن، احنا ممكن يكون عندنا اي اي اتش من نوع اخر وهو انكريز في السي اس اف بريشر. انا نفسي هي دي النقطه اللي احنا نطلع بيها بصراحه من النهارده، ان تعريف الاي اي اتش هو انكريز اوف سي اس اف بريشر ايذر اوف سي اس اف برودكشن اور ان الوول نفسه علشان هو ضيق راح مطلع لي ان تمام. صح، يبقى هو ده المفروض ان هي ده الكونسبت اللي احنا نطلع بيه بصراحه من النهارده، هو ده تغيير النيمينج بتاع الكلمة بتاعت الـ IIH. بس هي دي اللي أنا كنت عايزة بصراحة إن احنا نركز عليها النهاردة، الـ CSF trend. معلش دقيقة واحدة. احنا هنعمل awareness، بس awareness اي حد في ميل تيجي بباليديما وتيجي بلسطايل تنس، او مش لازم بباليديما كاب في حاجة بسيطة كده والدنيا مش مظبوطة، هعمل بروسيد على MRV لو لقيت استينوزيس، بس لازم اجيب بقية العيلة واشوف واعرف اللي تطلع القصة كلها فاميليال في العيلة عندنا MRV في استينوزيس، وبالتالي ممكن احتاج ان انا اعمل شنط. وبقصة مش هتبقى كلاسيك الدوباسيك انكريز انتركرانيال تنشن اللي هي بتاعت الهيدنج وبالديما ودايموكس وخسسي وزنك وعملي كذا، ده الانترنسيك فاكتور. لا، في اكسترنسيك فاكتور، انا ممكن الاقي استينوزيس في الايه في الوول نفسه، وبالتالي العيان مين دول هيحتاجوا الستنت، لا اوبتيك فلستريشن ولا سيكوبريدونال شنط ولا التريتمنت بتاعتنا دايموكس وخاته، هيبقى ليهم فاليو، هيبقى الفاليو الوحيده الايه الستنت. كنت ازيك يا ريهام؟ انا كنت عايزه اسال بس في رقم 5. تمام. في ميل عندها 18 سنه وبالنسبه للسيمتوماتولوجي بتاعها كانت بتشتكي من تشوكينج اتاك وقعدت لمده 3 سنين واختفت. لسه ستيل موجوده. طيب التشوكينج تو فلويدز يعني معنى كده ان انا ابتدت يعني مانيفست ان في بلبر مانيفستيشن، فهل ده كده يعني احنا دخلنا بقى في حاجه تانية؟
هل مثلا يكون حصل افكشن بقى في الانفيرو بتروزل او في الجاجولر عشان كده ابتدى عشان كده ابتدى يبقى في مشاكل بلبر؟ هي سؤال في منتهى الجمال, بس احنا عملنا لها فعلا فليكسيبل اندوسكوبيك ايفالويشن اوف سوالوينج, الحاجه اللي نقدر نعملها وطلع نورمال. بس هو في منتهى الجمال. دكتور فاروق حسن اهلا وسهلا. دكتور فاروق هو اللي يفيدنا, لان هل بقى ينفع ستينتنج في هذه الاماكن ولا لا؟ استاذ دكتور فاروق حسن استاذ الانترفنشنال نيورولوجي راديولوجي, معلش انا احتسبتك ان احنا من عندنا. استاذه دكتوره ميرفت مصطفى الام الروحيه لقسم الامراض العصبيه, استاذ دكتور عادل حسنين, استاذه دكتوره نيرفانا الفيومي, واستاذه دكتوره نيفين الفيومي, استاذه دكتوره مها عاطف استاذ الامراض العصبيه, واستاذه دكتوره سوسن عبد العزيز استاذ في طب الزقازيق. اهلا وسهلا بيك, طبعا انت ضيف عزيز جدا جدا جدا, ربنا يكرمك بكل خير, احنا محتاجينك فوق ما تتخيل. ربنا يكرمك بكل خير. اتفضل حضرتك, اتفضل. استاذه الدكتوره ريهام شملول استاذ الاعصاب, استاذه الدكتوره اماني ابو مجد استاذ الاعصاب, ربنا يكرمك يا دكتور فاروق, طبعا ربنا يخليك. عايزينك تستفيد بس حاجه وبس للدكتوره نيرفانا. هي طبعا التفسير يا دكتوره نيرفانا زي ما انت بتقولي ان ممكن يكون في افكشن في الجاجولار فينز. انا دكتور فاروق احنا حاولنا ان احنا نتكلم بالكلام اللي حضرتك يعني وضحته للدكتوره ريهام. هي بس في سؤال للدكتوره نيرفانا قوي جدا. احنا عندنا في تشوكينج اتاكس عند واحده من السيبلينجز, فهل التشوكينج بس احنا عملنا للعيانه فليكسيبل اندوسكوبيك ايفالويشن اوف سوالينج وطلع ان هي ما عندهاش افكشن, هل من ضمن لو كان في مشكله في الفينز اللي هي ممكن انها تكون ستينوتيك, هل ممكن يكون ولا زال على فكره عندها التشوكينج اتاكس, لو كان في ستينوتيك ليجن في الجاجولار فينز ممكن ده ياثر لنا يعمل للعيانه تشوكينج اتاكس؟ هو الحقيقه لا, يعني دي مش من الكلاسيك سيمتومز اللي بتشوفها في الحالات بتاعه الترانسفيرس ساينس ستينوز. يعني يمكن السيمتومز اللي بنشوفها اللي هي الهيديك والبلورنج اوف فيجن مع البابليديما, ساعات تكس نيرف بولسي, باساتايل تينيتس, لكن التوكينج لا الحقيقه مش من الحاجات اللي بنشوفها الحقيقه. يعني انا عمري شفتها في ال يعني احنا استاذنا كده ما اعرفش حضرتك اكيد انت عارف الحاله وكده. مش عارف اني حاله فيهم, انا عارف ان طبعا في مجموعه من العيال. يعني دلوقتي كنا بنعمل برين ستورمنج, اي عيانه تيجي بلساتايل تينيتس تيجي بوبليديما نعمل ام ار, كنا احنا تملي نعمل ام ار في عشان نشوف في ثرومبوزس ولا لا. أيوه. مش ستينوزس. ايوه ده الرشنال القديم بتاعنا. ايوه الرشنال من النهارده غيرنا القصه. ايوه هنعمل ام ار في وندور. أيوة. على الستينوس. ايوه واذا لقينا لازم نبص على العيله. ايوه لان ده انا لما قريت انا بقى وقعدت ابص. أيوة. كده لقيتها موجوده في هونج كونج نشروا حاجات. أيوة. واليابان عملت حاجات وسنغافوره عملوا حاجات والدنيا في الفار ايست. أيوة. زي المويه مويه كده. ايوه فاحنا خشينا في ولقوا في حاجات بيعملوها جديده غير الام ار في. أيوة. هتمتعنا بالايه؟ أيوة. بالنيو انفستيجيشن عشان نشوف الفينس. لما انا سالت قال لك الفينس ستادي اسهل بكتير جدا من الارتيريال ستادي في الكريستاليزيشن كده. أيوة. فانا عايز اعرف خبره حضرتك في الموضوعين. أيوة. لا طبعا خلاص حضرتك تحب نكومنت دلوقتي ولا في شورت برزنتيشن؟ هو بالنسبه زي ما حضرتك قلت, يعني هو احنا دلوقتي ريبورت ان هو الموست كومن كوز اوف بلساتايل تينيتس هو ان يبقى في ترانسفيرس ساينس ستينوز. يعني في طبعا لسته من اسباب كتيره من البلساتايل تينيتس, لكن 34% منهم نتيجه ترانسفيرس ساينس ستينوز which is a very high يعني incidence, يعني هو الموست كومن كوز. والحاجه الكاركترستيك جدا مع وجود ترانسفيرس ساينس ستينوزز تكون هي اللي عامله بلساتايل تينيتس ان الصوت بيهدى او يروح لو البيشنت حطت ايديها على النك في نفس الناحيه, لو ضغطت بايديها على الانترنال جاجولار فين فالصوت هدي او وقف مؤقتا, ده معناه ان هو غالبا ده السبب ان في ترانسفيرس ساينس ستينوز. وطبعا لازم بنعمل سي تي بيترس وام ار اي بيترس ووز كونتراست يعني وام ار في عشان نكسكلود الاذر كوزز, ما يبقاش في مثلا جلوماس تيومر, ما يبقاش في مثلا جاجولار دايفرتيكلم او ديسن كاروتيك كانال او كده. فده بالنسبه للباستالتنس. بالنسبه للبناين انتراكيان هايبرتنشن هم زمان كانوا بيعتبروه ايديوباثيك, دلوقتي لقوا ان 90% من الحالات بتاع البناين انتراكيان هايبرتنشن 90% نتيجه ان في ترانسفيرس ساينس ستينوز.
فبرضو جزء من الورك اب لما نلاقي فيه بابليديما وهادك وعملنا فاندس لقينا فيه بابليديما وعملنا لامبر بانكشور لقينا سي اس اف بريشر اعلى من 25 وكده, الجزء بقى بعد كام من الورك اب ان احنا نعمل ام ار في نتشيك هل فعلا فيه ستينوز ولا لا. لقينا فيه ستينوزز بتبقى الخطوه اللي بعدها ان احنا بنخش نعمل قسطره ونصور وبنخش كمان ترانس فينس وبنقيس البريشر جريدينت اكروس الستينوزز, يعني بنحط قسطره قبل وبعد بروكسيمال وديستال. لو لقينا فيه بريشر جريدينت فرق اكتر من 4 أو 5 حتى مليمتر ميركوري ده بيانديكيت ان دي سيجنيفيكانت ستينوز, فده بالنسبه لنا هيمودايناميكلي سيجنيفيكانت بنركب ستنت. هو احنا لازم نخش ارتيال برضه لان بنحتاج نصور من ارتيال سايد, فاحنا بنخش من ارتيال نصور عشان نجيب الديليت فينس فيس وبعدين بنخش من الفينس سايد سواء فيمورال او جاجلر, والدخول فيهم سهل الحقيقه عشان نقيس البريشر جريدينت من الستينوز وعشان بعد كده نركب الستنت لو كان فعلا في ستينوز. يعني يعني كادوات تقريبا ممكن نتكلف كده تقريبا او اكتر, يعني كان يعني دلوقتي اكتر شويه, دلوقتي ممكن نوصل مثلا لحاجه 40,000 ادوات لو هنقيس بريشر جريدينت في نفس السيشن لان بنقيسها بقسطره غير القسطره بتاعنا, يعني تقريبا في الحدود دي حاجه 40. مش هيستفيد ده من الشنط ولا في الستيشن لو ما عندوش ستينوز ما عندوش حاجه. ايوه هقول لحضرتك, هو الحقيقه هو لو هو يعني الشنط لقوا ان اب تو 50% تقريبا من الحالات اللي بتركب لهم شنط كان هو ده البديل وما زال بديل فاليد في بعض الاحيان, لكن هو الحقيقه 50% من العيانين دول في خلال 6 شهور بيحتاجوا ريدو للشنط, يا بتتسد يا بتنفكت يا كده, فالشنط مشاكلها كتيره بحيث ان هم حتى جراحين بقى دلوقتي يفضلوا ان لو في ترانسفيرس ساينس ستينوز ان هم يبعت لنا العيان نعمل له ستنت, لان العكس بقى الستنت السكسس ريت فيها لما نيجي نشوف برزنتيشن از فيري هاي, الباستايل تينيتس بيروح ايميديتلي, يعني مركب ستاند الصوت بيروح في ساعتها. لو الشكوى هادك وبلرنج اوف فيجن بتاخد في خلال ويكس بعدها بتتحسن بالتدريج, لكن برضه السكسس ريت بتاع ان الهادك تروح او ان البابليديما تروح او كده فيري هاي برضه, يعني بنتكلم في حاجه 80% وحاجات في الحدود ديت كسكسس ريت. الاوبتيك نيرف شيث فينستريشن برضه نفس الحاجه, في الليترشر برضه الكومبليكيشنز فيها بتوصل ل 40% وحاجات زي كده ان يحصل كومبليكيشنز عن فيجن وكده, فهي بديل مور فيسيولوجيكال, انا حليت السبب لو كان في ترانسفيرس ساينس ستينوز, لو ما كانش فيه خلاص البدائل الاخرى موجوده. بس احنا الحقيقه احنا وي دونت يعني بروسيد فور ده في ان احنا نستنت الا لو طبعا اتاكدنا ان في ستينوز وكده. الحاجه الثانيه ان الميديكال تريتمنت ما جابش نتيجه, يعني في العاده بنفضل ان احنا نبدا باستازولامايد والاوفر والويت ريدكشن والكلام ده, لو في خلال من 3 6 شهور الدنيا اتحسنت والبيشنت بقت كويسه خلاص ما كانش بنبروسيد بقى على كده بعد كده على الانترفنشن. السؤال برضو اللي يعني بيتعبنا تملي كلمة بريزيستنت ريجيمال ارتري اللي احنا بنقولها بقى لي مثلا كام سنه, ايوه داخل 40 سنه ايوه, والحقيقه ما لقيتش ولا عيان بريزيستنت ريجيمال ارتري, ايوه بعكس السينس ستينوزيس ايوه كتيره جدا, والحقيقه أيوة. لسه فاكر عيانه بيجي لي في البلد في دمياط ايوه, تقول لي اما بقفل هنا افتكرت حبيبك دلوقتي اما أيوة. بقفل هنا الصوت بيروح ايوه, قلت لها لا بريزيستنت ريجيمال عملنا الام ار اي مفيش حاجه ايوه, يبقى احنا ده اناونسمنت نعمل ام ار في لا يطلع ساينس ستينوزيس ودي بدايه كلمه جديده تتحط الحقيقه وبتوع الازهر هيقولوا احنا اشتغلنا حاجات كتير جدا ايوه ست حسين زياد ومن بطه بتوع الازهر ايوه عملنا فوق ال 20 حاله بقى ايوه حاجات ايوه خبر حضرتك زي كده مظبوط طيب ده احنا 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 دلوقتي وصلنا في السيريز بتاعتنا وصلنا لحاجه 60 عيان which is a big series حتى على مستوى العالم, يعني الناس نشر بره في ان في اللي نشر 30 و40 حاله وفي نشر الحقيقه 100 و100 وشويه, فانا قصدي حاجه 60 عيان دي it's a big series الحقيقه. فهي من ساعه ما يعني احنا من مثلا من 7 8 سنين ما كانتش ناس اورينتد قوي بالايتيولوجي دي, من ساعه ما بقت معروفه وعدد حالات بيزيد خلاص الاويرنس بيزيد والريفيرال بيزيد والتريتمنت بيزيد. نعم الحقيقه بندخل سونار جايدد, يعني بنبص على الانترنال جاجلر بنشوفه بالالترا ساوند بنبنكشر دايركت فيه زي السنترال لاين وكده, ف يعني بنجيب الانترنال جاجلر وبعدين بنطلع على فوق. ساعات وساعات احنا هو الحقيقه الاثنين ممكن ندخل فيمورال فين, هو الحقيقه الدخول من هنا اسهل لان هو احنا بنخش من الفيمورال فين والدخول كبنكشر من هنا ومن هنا الاثنين سهلين, وانا الحقيقه كنت ميال زمان ان انا اخش فيمورال عشان ما بشكش العينه في الابيتس من بنخش من الجاجلر, لان لما بنخش فيمورال الطريق بنعدي الطريق اوكي وكده, بس لما نيجي نطلع نلف بالدعامه بتاعتنا فوق بيبقى فيه تورشواستي شويه بتضايقنا, لكن لما بنبقى داخلين جاجلر بيبقى عندنا مور سبورت فبتلف اسهل. الحقيقه انا عايز اقول حاجه, بس انا بشوف عيان كده جدا من ورا ايد الدكتور فاروق حسن
بسم الله ما شاء الله فيري اونست فيري اونست لا ده من زحل والحقيقة العين بشكره جدا وعمره ما يعمل حاجة الليجل ده الفرق الحقيقة فالحقيقة يعني انا اعرفه من زمان وفيري برايت فيري ديسنت وهم ده كله ان اونست والعيال يقولوا لا مالكش اطلع للبتاع النيورولوجي او اعمل او الحقيقه هو مدرسه الدكتور محمد مصطفى فهم الحقيقه المدرسه يعني انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور فاروق انا شكرا لحضرتك اول معرفتي بالدكتور فاروق حسن كانت من كام سنه اعتقد كان دكتور حسين خيري هو العميد كانت مدخله فاكر حضرتك عيانه كان اسمها شهد لا كان لا عيانة تانية كانت عيانة بريجننت كان عندها انيوريزم محترم فاكر حضرتك في البيتويتري باين فانا فوجئت الدكتور فاروق جاب لها كان اسمه ايه بقى ساعدني بقى جاب لها اتنين اللي انت بتقول عليها دي كان دبل فالف باين ب 75,000 جنيه اتنين ودكتور حسين خيري مضى عليهم هما الاتنين انا فوجئت بكلام بيحصل من ورايا جاب عمل اذن شراء باتنين ستنت الواحد بحاجه و70,000 جنيه ما اعرفش ازاي وعيانه بريجننت وعمل لها العمليه ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا يبعت الخير دايما على ايديك ربنا يجازيك كل خير والله العظيم دكتور ايام عايزه تسالي حاجه للدكتور فاروق في الحاجات اللي احنا عملناها اللي انت عملتيها دي كلها طب هديهم بس كده هوت لو يوضح لنا اي حاجة انا محتاجة بس ان حضرتك تقول لنا الفرق نعرف ازاي من ان ده الام ار في هايبوبلاستيك اللي انتوا بتقول عليه نورمال فاريانت وانا اقتنع بنورمال فاريانت دي نهائيا تعرف منين ان هو نورمال فاريانت مش ثروموسيس بليز قول لنا لان اعتقد ان دي حاجة كلنا محتاجين ان احنا نعرفها لو سمحت هو انا معايا محاضره صغيره لحضرتك حبيبي هقول لحضرتك هو الحقيقه انا هحاول ان بتوين في النص واحنا بنتكلم ادور هو الحقيقه انا في سلايدز كده هحاول ادور عليها لو لقيتها على 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 الدرايف او حاجه هجيبها هو الفرق ما بين الهايبوبلاستيك والثرومبوز والاستينوتيك ان شاء الله هخلي حد يبعتها لي اجيبها دلوقتي هقول لحضرتك مبدئيا كده يعني كشرح نظري لغايه ما ان شاء الله الاقي الصور هو الفرق بين الهايبوبلاستيك هو 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 الهايبوبلاستيك معناه ان هو من اول الساينس لاخره حجمه رفيع هو ده اتس ريبورتد في الليتريتشر ان هو من 20 ل 37% من البوبوليشن ممكن يبقى عندهم ساينس يبقى هو دوميننت والتاني يبقى هو رفيع اول ثرو كورس بتاعه فده احتمال وارد او الاحتمال التاني اللي بيتلخبط راديولوجيكالي ان يكون هو ثرومبوزد او الاحتمال التالت ان النورمال فيرينت هو الهايبوبلاستيك ان هو رفيع من اول اخر الثرومبوز بقى ان حصل فيه ثرومبوز او الاحتمال الاخير ان هو يكون فيه ستينوزس فاحنا بنتكلم ما بين ثرومبوزس وستينوزس وهايبوبليزيا هو لو جبت الصور الراديولوجيكال بتاعتها هي مش في البرزنتيشن دي بس انا هحاول اخلي حد يبعتها لي ممكن كام سلايد كده نوريهم لو شفنا الفروق ما بينهم الاستينوتيك زي الصوره ديت اللي باينه هنا بيبقى في حته فوكال فيها ستينوزس بيبقى في حته فوكال فيها ستينوز بالشكل ده هنا في اركنويد جرانيوليشن لا اتفضل هقول لحضرتك هو انا لو جبت الصور انا في كام سلايد كده مبينين الصور راديولوجيكال ان شاء الله هتبينها اكتر من هنا بس يعني بشكل مبدئي كده الهايبوبلاستيك بالظبط كله من اوله لاخره كله من اوله لاخره رفيع الاستينوتيك بتبقى حته فوكال زي كده يعني حته فوكال زي كده اوكي بالظبط ده الفرق بين الاستينوتيك والهايبوبلاستيك طيب كله رفيع من اوله لاخره وحتى الجاجولر في الناحيه بتاعتها بيبقى صغير مقارنه من الناحيه الثانيه هو هايبوبلاستيك هو ده النورمال فاريانت هو ده ممكن ما يعملش سيمتومز خالص بالظبط والفلو ماشي اصلا الناحيه الثانيه اكتر
بالظبط مش سيمتوم. هو سيمتومز بتحصل امتى؟ لو في ناحيه هايبوبلاستيك والناحيه الدوميننت حصل فيها ستينوز ساعتها العيان سيمتوماتايز. او بالظبط او لو الاثنين قد بعض، لان احنا قلنا الهايبوبليزيا بتبقى موجوده في 20-37% من البوبوليشن، لكن لو الاثنين قد بعض والاثنين حصل فيهم ستينوز زي هنا، يعني هنا الاثنين حجمهم كويس بس في ستينوز هنا وفي ستينوز هنا، ساعتها العيان برضو سيمتوماتايز. الثرومبوز بقى هو ده اللي بيتلخبط راديولوجيكال، يعني حتى الراديولوجيست كتير من الاحيان يبقى في تقارير مكتوبه ان في ثرومبوز ساينس، هو مش ثرومبوز هو هايبوبلاستيك. فليه؟ لان هو ما شافش الساينس موجود مثلا في ام ار في، مش شايفه موجود خالص، فهو راح كاتب ان ثرومبوز. هو ثرومبوز هو كل حكايه بس ان هو صغير مش موجود، او صغير او رفيع او كده، مش ان هو مسدود. هو الفرق ما بينهم بنعرفه بالام ار اي والام ار في، ان احنا بنرجع للي بنسميها سورس ايمج اللي هي المقاطع الاكسل بتاع الام ار في. لو لقينا ان الساينس موجود وفي ثرومب بس جواه يبقى ده ثرومبوزد. لو لقينا ان هو مش موجود اصلا يبقى هو هايبوبلاستيك، يعني لو لقينا حجمه صغير يبقى هايبوبلاستيك. لو لقيناه موجود بس في ثرومب بس جواه، يعني ببص على شكله في الام ار اي وفي الام ار اي ويز كونتراست وفي السورس ايمج بتاع الام ار في، يعني ما يكفيش الصوره الريكونستراكتد 3 دي بتاع الام ار في، لان في الصور الريكونستراكتد سواء ثرومبوزد او هايبوبلاستيك ممكن ما الاقيهوش. ساعات الهايبوبلاستيك لو جهاز الرنين مش قوي ممكن ما يعرفش يلقط خالص سيجنال فيه يبان هو مش باين. فارجع بقى للام ار اي ساعتها هيبان الفرق ما بينهم اذا كان هو موجود ثرومبوز ولا لا. في كمان علامه في السي تي، في حاجه اسمها سيجمويد نوتش ساين. المكان بتاع السيجمويد ماشي فيه في السي تي سكان بيبقى فيه زي اندنتيشن في البون كده. فاحنا بنجيب فحص السي تي ونبص على، نعمل عين سي تي ونبص عليه. لو لقينا في الناحيه اللي احنا بنتساءل اذا كان الساينس فيها هايبوبلاستيك ولا ثرومبوز، لو لقينا ان السيجمويد نوتش موجوده يبقى الساينس في الحته دي موجود بس ثرومبوز. لو لقينا انها شالو سيجمويد نوتش يبقى هو هايبوبلاستيك اصلا، ودي الحقيقه يعني بتبقى ايفيدنت. يعني فبرضه السي تي بيساعدنا ان احنا نعرف بالعلامه دي اللي هي سيجمويد نوتش ساين. هو شغال، هو مش مقفول كومبليتلي، الفلو ماشي بس كمان هو بيعدي من حته ستينوتيك فبيعمل تينيتس وبيخلي الفينس بريشر قبليها يعلى، لان هو بيعدي من حته ستينوتيك فالفينس بريشر اللي يعلى يقاوم السي اس اف درينج فيها، فالسي اس اف بريشر يعلى فيبتدي يعمل بناين انتركرانيال هايبرتنشن وكده. فهو مش مسدود بس هو في ستينوز رفع البريشر. السؤال الاخير، لا اتفضل. هو لازم هنعمل كله، يعني لازم هنعمل، لان هو ممكن يبقى ديورال فيسولا، ممكن يبقى حاجات تانية باستال تنتس لاسباب اخرى، جلوماس تيومر او العيان يعمل احسن سي تي انجيو من الاول وبلاش ام ار دي. هو هقول لحضرتك حاجه، هو بالعكس خلينا ما نعملش سي تي انجيو الاول، لان سي تي انجيو هيورينا واحده بس من الانتيتيز اللي هي ديورال فيسولا موجوده، لكن في لسته طويله قوي من حاجات تانية هبان في اكتر. يعني احسن حاجه نطلبها العيان سي تي بيتراس ويز كونتراست، ام ار اي بيتراس ويز كونتراست، وام ار في، الثلاثه دول مع بعض، لان الثلاثه دول مع بعض هيجيبوا اي حاجه. يعني هتبقى فاهم عرض، لو ام ار في هيبين ترانسفيرس ساينس تينوس، السي تي ويز كونتراست والام ار اي ويز كونتراست هيبينوا بقى لو في جلوماس، لو في بقى ابيرنت كاروتيد ارتري بيرسيستنس ستابيديال، مش عارف ديسنت كاروتيد كانال، هيبينوا كل الفالنس الثانيه. بالظبط كده. ما هي بقى مش، انا هحاول اجيبها في، لا مش في البرزنتيشن دي، بس انا هخلي حد يبعتها لي ان شاء الله دلوقتي اعرف اجيبها. هو الحقيقه زي ما كنا بنقول، هو البناين انتركرين هايبرتنشن السيمبتومز بتاعته، يعني طبعا حضراتكم ادرى مني بيها، سواء من الهادك والنوزيا والفيجن لوس والكلام ده، وبتبقى مور كومن في الاوفر ويت، و30% من العيانين دول بيحصل لهم بيرمننت فيجن لوس. فمع ان اسمها بناين انتركرين هايبرتنشن بس هي الكورس مش بالضروره بيبقى دايما بناين الحقيقه. عندنا الموديفايد داندي كرايتيريا اللي اتعملت عشان نقدر ان احنا نتكلم بيها على ان العيان ده فعلا عنده بناين انتركرانيال هايبرتنشن ولا لا. البعض منها حاجات كلينيكال، وبعضها حاجات بان احنا نقيس سي اس اف بريشر ونشوف لامبر بانكشر ونقيس سي اس اف بريشر، وان احنا نكسكلود اذر كوزز، وان احنا نكسكلود الاذر كوزز.
راديولوجيكالي من ضمن الحاجات اللي بتبان كويس قوي في الـ في الـ يعني في البراين تكرام هايبرتنشن كذا حاجه. الحقيقه اولا اللي احنا بنسميه البارشال امتي سيل، ان سي اس اف بريشر العالي بيضغط شويه على البيتيوتري جلاند فبيعمل المنظر ده ان احنا نلاقي فيه فلويد جوه السله جوه بالشكل ده كده. الحاجه الثانيه الوايدن ماكلز كيف، الماكلز كيف ان احنا نلاقيها كبيره بالشكل ده. والحاجه اللي بعد كده الاوربيتال ان احنا نلاقي فلويد سيجنال حوالين الاوبتيك نيرف، وهو ده اللي هيخلي ان لما يتعمل فاندس اكزامينيشن يبان ان في بابليديما. وبنلاقي ساعات فلاتند بوسير اسبيكت بتاع الجلوب، وبنلاقي ساعات تورشس اوبتيك نيرف. كل دي حاجات راديولوجيكال متماشيه مع البناين انتراكين هايبرتنشن. زمان زي ما بنقول كانوا هما بيعتبروا ان هو الايث ثيوري بتاع الايتيولوجي بتاع البناين انتراكين هايبرتنشن كانوا بيقولوا ان ممكن يبقى اوفر برودكشن او ديكريز ابزوربشن في سي اس اف او ايديوباثيك كده. بعدين لقوا بدايه من الاستادي اللي اتنشرت في 2003 اللي هو الفارب ايتال، اللي هو لقوا ان هو 90% من العيانين دول بيبقى عندهم ترانسفيرس ساينس ستينوز. عشان يحصل سيمتوم زي ما كنا لسه بنقول، يا اما يبقى عندنا بايلاترال ستينوزس، وهنتكلم الستينوز بتحصل ليه بعد كده، يا اما يبقى عندنا يونيلاترال ستينوزس بس الناحيه الثانيه هايبوبلاستيك زي الصوره دي. عندنا هنا في ستينوزس، الكاليبر بتاع الساينس هنا مختلف عن الحته دي، لكن الناحيه الثانيه كلها اول ثرو صغيره فدي هايبوبلاستيك. فالناحيه دي مش ديبندنت الفلو الاوت فلو بتاع البرين مش ديبندنت عليها، هو ديبندنت على الناحيه الدوميننت، والدوميننت حصل فيها ستينوز، فساعتها يحصل للعيانين سيمتومز. طب هو الاستينوز اصلا بتبقى عباره عن ايه؟ هي بتبقى حاجه من اتنين، يا اما بنسميها انترنسك ستينوزز يا اما اكسترنسك ستينوز. انترنسك ستينوزز بتبقى نتيجه ان في اراكنويد جرانيوليشن اتنفخت شويه بدون سبب، ونفخه الاراكنويد جرانيوليشن دي اللي هي المفروض اصلا دورها انها تدرق يعني تاخد سي اس اف وكده، هي ابتدت تانكروتش على اليومن بتاع الساينس، فابتدت تعمل ناروينج جوه الساينس من جوه سبب انترنسك. وبنشوفها في الام ار في بالشكل ده. ولذلك الحقيقه احنا دايما لما بنطلب ام ار في العيانين دول بنطلب ان احنا ما نبصش بس على ريكونستراكتد ايمج، لا نبص كمان على السورس ايمج اللي هو المقاطع الاجزل اللي هو مصدر الصور الاساسي اللي طلعنا منه الصور ريكونستراكتد بعد كده. لان هو لو جاي لنا الصوره دي بس والتكنيشن اللي بيطبع الصوره غير شويه الالوان فيها الويندو، لو بيض الصوره دي جامد ممكن ما نعرفش نشوف دي جواها، يعني الاركنود جانيش ما تبانش، فيبان لي ان الساينس موجود ابقى شايف حدوده من بره وخلاص ومش شايف ان في حاجه جواه. لما بنبص في السورس ايمج بنلاقي بقى المنظر ده، ان هو الساينس اهو وفي حاجه سودا كده هايبو انتنس كوره كده جواه، ده اركنود جانيش. اوكي. او الحاجه الثانيه اللي تعمل ستينوزس اكسترنسك، يعني احنا قلنا اللي فاتت انترنسك ان تبقى حاجه من جوه، الاكسترنسك انها تبقى حاجه من بره، ان الديورال ليفلتس ضغطت على الساينس بدون سبب الحقيقه، لكن بتبقى باينه بالشكل ده. الساينس اهو وشايفين حضراتكم الكاليبر بتاعه اللي المفروض يكون هنا، والحته دي من بره مضغوطه، مش انها موجوده فيها ثرومبس. يعني لو جبنا الصور اللي هي بتاعه الثرومبوز ساينس، حضراتكم لما نبص على الصور دي هنلاقي الساينس موجود، والدلتا ساين اللي كانت 20 بتقول عليها هنلاقي ان في ثرومبس جواها. اوكي. هنا لا، هنا الساينس نفسه رفيع مضغوط من بره، اوكي، مش ان هو موجود وفي فيلينج ديفكت جواه. نفس الحاجه هنا، الساينس اهو الحته دي من بره رفيعه، هي نفسها مضغوطه، اللي هي باينه هنا عندنا لما دخلنا بقسطره وصورنا فينوجرام، او الحته دي ضيقه. اوكي. طب الساينس ستينوزس ده سواء انترنسك او اكسترنسك بيعمل ايه؟ بيزود الفينس بريشر. لان نعم فهمت، ملاش سبب. يعني هي دي بقى اللي بيقولوا ليه ال الثانيه انترنسك اركنويد جرانيوليشن، الانترنسك اركنويد جرانيوليشن، وساعات يبقى ممكن بارشال ثرومبوزس برضو ممكن تعمل انترنسك كوز. الاكسترنسك ان الديورال ليفلتس ضغطت على الساينس من بره، بس ليه ضغطت عليها هو ده اللي ما حدش عارف، لكن هي بتبقى الديورا هي اللي ضغطت على الساينس من بره، والاثنين مانجمنت واحد. الساينس ستينوزس دي سواء انترنسك او اكسترنسك هترفع الفينس بريشر، فهت امبير سي اس اف درينج، مش عارف يدرين قدام البريشر بتاع الساينس العالي اللي بيلاقيه، فالسي اس اف بريشر بيعلى، فلما السي اس اف بريشر يعلى يضغط الساينس كمان، يعني السي اس اف بريشر العالي هو نفسه هيضغط الساينس من بره فيعمل ساينس ستينوز اكتر، فندخل في دايره مغلقه من ان هو البريشر بتاع السي اس اف العالي ضغط على الساينس
ولا الساينس الضيقه هي اللي رفعت سي اس اف بريش وهم عاملين لفوا في دايره مغلقه. لذلك احنا بنبريك الدايره دي بان احنا ساعات اللامبر بانكشر ولما نعمل سي اس اف تابينج نروح منزلين السي اس اف بريشر شويه. فلما ننزل السي اس اف بريشر لو عملنا ام ار في بعدها ساعات بنلاقي ان الاستينوز اللي كانت موجوده لو كانت اكسترنسك نلاقيها فتحت ونلاقي الساينس رجع تاني الكالبر بتاعه كويس. ده في بعض الاحيان بيكون كافي وبيكون ده تريتمنت في حد ذاته ان احنا كسرنا الدايره المغلقه دي. او في بعض الاحيان بيرجع تاني مع الوقت بعدها في خلال ايام او اسابيع برضو يرجع سي اس اف بريشر تاني يعلى ويضغط تاني على الساينس وندخل في نفس الدايره دي من جديد. طبعا اللي بتروح عاملاه الستنت او الشنط دي طبعا هو دول مش مترتبين بالفريكوانسي الحقيقه. هو لان هما دول هما اسباب كتيره قوي بس هو اكتر حاجه فيهم بروف دلوقتي اللي هي الساينس ستينوز هي 34% من حالات البلساتايل تنس. بس في اسباب تانية كتير يعني وي هاف تو تشيك ان مفيش اسباب تانية. ده مش السبب الوحيد لكن هو واحد من الاسباب الفيري كومن. ان يبقى فيه جلوماس تيومر، ان يبقى فيه ديورال فيسولا، ان يبقى فيه حاجات بقى في البون ديفكت مخلي الساينس او الارتري يسمع الصوت بتاعه في الـ في الـ في الـ في الودن وكده. لا هي في العاده بتبقى يونيلاترال بس العيانين اللي عندهم دوميننت ساينس وعندهم بايلاترال استينوز ساعات بيبقى عندهم بايلاترال تنس. ال 90% من العيانين اللي عندهم باستايل تنس بيبقوا ستات. والحقيقة زي ما نقول ان هو الموست كومن كوز ده 34% بيبقى نتيجة ساينس تينوزيس. والعيانين اللي عندهم بنان انتركيان هايبرتنشن 70% منهم بيبقى عندهم بلساتايل تينتس. وزي ما كنا بنقول سبيري كاركترستيك ان الواحد بيضغط بايده على الرقبة فالواحد لما يوقف الفلو في الساينس فالصوت يروح. دي بتبقى فيري كاركترستيك لان يكون فيه ترانسفيرس ساينس تينوزيس. وحاجه من ضمن الحاجات برضو اللي ساعات بتيجي مع الباثولوجي ده ان العيانين يجي لهم سبونتينيوس سي اس اف ليكج. يعني سي اس اف بريشر لما بيعلى ساعات بيروح خارم الديوره فالعيان يجي يشتكي من سي اس اف راينوريا. فدي برضو من سبونتينيوس من غير ما يكون عمل اي اندونيزال سيرجري قبل كده. العيانين دول برضو ساعات بيجي لهم سبونتينيوس سي اس اف ليكج بتوع برايتك هايبرتنشن لان السي اس اف بريشر العالي ساعات تروح خارمه الديوره حتى من غير عيان ما يكون عمل اي اندونيزال سيرجري او حاجه قبل كده. الكونزرفتيف مانجمنت هو اللي بنبتدي بيه في الاول من خلال الميديكال تريتمنت ومن خلال اللامبر بانكشر ونعمل سي اس اف تابينج وكده. لو ده كان كافي والبودي ويت ريدكشن وكده لو ده كان كافي خلاص. مش كافي يبقى هنعدي الخطوه اللي بعدها. اللي كان بيتعمل دايما هو السيرجيكال مانجمنت اللي هو الشنط سواء فنتريكلو بريتونيال او لامبو بريتونيال اللي هو سيكو بريتونيال او الاوبتيك نيرف شيس فينستريشن. وهو بس المشكله فيهم زي ما كنا بنقول ان في 64% تقريبا من الحالات بتاعه الشنط في خلال 6 شهور بيحصل شنط فيلير لسبب او لاخر سواء اوبستراكشن او انفكشن او كده. والحالات بتاع الاوبتيك نيرف شيز فينستريشن في الليتريتشر اب تو 40% بيحصل لهم برضو كومبليكيشنز ريليتد للفيجن. فمن هنا الايديا بتاعه الستنتنج بالذات لما اكتشفوا ان هي الموست كومن كوز اوف بنان انتركيان هايبرتنشن. ف مش بندخل على الستنت الا لو حصل فيلير للميديكال تريتمنت ولقينا ان في ساينس تينوز لان احنا قلنا ان هو 90% عندهم ساينس تينوز لكن في 10% ما عندهمش ساينس تينوز وما عندناش سبب واضح. وهيبقى الحل انه لو الميديكال تريتمنت فيلد ان هو يركب شنط او يعمل اوبتيك نيرف شيز فينستريشن. هي مور فيسيولوجيكال وفيري جود ريزلتس زي ما هنشوف دلوقتي في الليتريتشر. احنا اللي بنعمله ان احنا بنخش نصور الساينس نتاكد ان عندنا ستينوزز. بعد ما لقينا ان في ستينوزز بنقيس البريشر جريدينت اكروس الستينوز ده وبعدين بنروح مركبين الستنت بتاعتنا. زي المنظر ده حضراتكم شايفين هنا في اراكنويد جرانوليشن انترنسك هنا اهي عامله الاستينوزس. وده الام ار في بتاعها. دي صوره من الليتريتشر دي مش حاله من الحالات بتاعتنا احنا هنقدم حالات من عندنا بعد كده لكن دي من الليتريتشر. ده اراكنويد جرانوليشن اوكي وده بعد الستنت ما ركبت الساينس فتح كويس جدا. بتروح فعصل اراكنويد جرانوليشن العيانين اللي شكوتهم الاساسيه الباساتايل تينيتس الصوت بيروح في ساعتها يعني العيانه بتصحى على الترابيزه تقول انا مش سامع الصوت. معظم العيانين بيشتكوا بعدها لمده اسبوعين مثلا او حاجه من ان هم حاسين باوكسيبيتال او ريترو اوربيتال هادك. ده عادي لان هو الستنت بتبقى شاده شويه على الديورال ليفلز فبيقعدوا فتره بيشتكوا من عندهم شويه هادك وبتمبروف مع الانالجيزيك وكده. ودي حاله ثانيه اكسترنسك ستينوزس. الستينوزا هي من بره ده الام ار في وهنا هو الحته الاستينوتيك وده بعد ما ايه ركبوا الستنت وده بعد الساينس ايه ما اتفتح.
طبعا الحقيقه على مدار السنين اللي فاتت يعني 12 بيبرز كتيره جدا كيس سيريز على القصه دي على موضوع الاندوفاسكولار مانجمنت بتاع البناين انتركرينال هايبرتنشن بارقام مختلفه، هنا 52 حاله، هنا مش عارف ايه، وكلها في جورنالز كبيره من الحاجات بتاعتنا في السبيشالتي. برضو other studies في different journals different case series. فا it's not يعني ده ما بقاش حاجة محل تساؤل من ناحية scientific، دي حاجة خلاص proved سواء كpathophysiology أو كmanagement. دي يمكن واحدة من الـ من الـ من السيريز اللي طلعت نتائج بأرقام واضحة، هي منشورة في Frontiers في Ophthalmology. 90% من العيانين كان عندهم Transverse Sinus Stenosis، 80% منهم عملوا Stenting، 96% من العيانين اتعمل لهم Stenting البابليديما راحت، و 81% كانوا قدروا ان هم يوقفوا السيداماكس، و 6% هم اللي احتاجوا نتعمل لهم انذر بروسيدجر. انذر بروسيدجر ممكن ساعات بيحصل ريستينوز على الستنت، واحنا عندنا عندنا عيانه حصل ليها ريستينوز احتاجنا نركب ستنت تاني على الستنت الاولانيه، وعندنا عيانتين كان عندهم بايلاترال ستينوز ركبنا لهم ستنت، وفي العاده دعامه واحده لو في بايلاترال ستينوز في العاده ناحيه واحده بتبقى كافيه انها تريليف السيمبتومز، بس ساعات بنحتاج في المستقبل ان احنا نعمل الناحيه الثانيه، فركبنا لها ناحيه وبعدين احتاجنا ان احنا نعمل الناحيه الثانيه، عندنا اثنين عيانتين بهذا الشكل. ف نعم يا فندم. لا هو ده سؤال وجيه جدا، هو لو عندنا بايلاترال ستينوز نبدا بان احنا نركب ستنت في اني ناحيه؟ هو احنا كذا عامل بيخلونا ناخد القرار نبتدي باني ناحيه. العامل الاولاني اني ساينس فيهم هو الدوميننت، لو ساعات بنلاقي الاثنين كبار بس واحد فيهم اكبر شويه من الثاني، يعني الاثنين مش مثلا واحد هايبوبلاستيك، لو واحد هايبوبلاستيك خلاص ما عندناش شك اكيد هنركب في الناحيه الدوميننت، لكن لو الاثنين الى حد ما كويسين واحد فيهم اكبر شويه من الثاني بنركب في الاكبر، لو طبعا لو الاثنين فيهم ستينوز يعني. دي حاجه. العامل الثاني التينيتس، لان ممكن يبقى العيان جايب بناين انتركرينال هايبرتنشن بس، فساعتها مش ما عنديش سايت فيهم ليه علاقه، يعني هما الاثنين عاملين افكشن، لكن لو جاي التينيتس ببقى ميال دايما اركب الناحيه اللي فيها التينيتس لو تينيتس مع البرايت هايبرتنشن. الحاجه الاخيره البريشر جريدينت ميجرمنت، بنقيس البريشر جريدينت هنا وهنا، والناحيه اللي البريشر جريدينت فيها اعلى بنبقى برضو عندنا دافع ان احنا نبدا بيها في الاول. لا ملهاش علاقه. ايوه لا ملهاش، لان هو في الاخر هو الستينوزس دي يمين او شمال هتعمل بابليديما في ناحيتين، لانها اتس نوت ا لوكال تريتمنت زي الاوبتيك نيرف شيز فينستريشن ان هو هيخرج العين دي. ف انذر بروسيدجر واز نيدد في 6% من الحالات، سيفتي بروفايل كان كويس جدا. نفس الكلام في الاستادي ديت، ات واز ا سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس من 18 سنتر، 474 بيشنت، طبعا الحقيقه معظمهم بيبقوا فيميل. ريت اوف امبروفمنت للبابليديما حوالي 94%، الريت اوف امبروفمنت للهادك حوالي 80%، الباتساتايل تينيتس ريزولفد في 90%، والريكارنس بتاع السيمبتومز حوالي 10%، والكومبليكيشن ريت كان 1.9%، يعني اقل من 2% كومبليكيشن ريت. لو قارناها بالكومبليكيشن ريت مع الشنت او مع الاوبتيك نيرف شيز فينستريشن اللي بنتكلم على حاجه و60 وحاجه و40%، طبعا فرق كبير الحقيقه من ناحيه السيفتي. اتس نوت ا بروسيدجر ويزاوت ريسك، يعني احنا دايما بنقول لعيانه كده ان ممكن لا قدر الله يحصل جلطه او نزيف، فاحنا وي هاف تو بي اونست ونقول لهم ده، بس هو الحقيقه الحمد لله ابتل ناو ما حصلش معانا كومبليكيشن فيها، لان هي الحمد لله بروسيدجر اتس كونسيدرد تو بي ريلاتيفلي سيف بروسيدجر. الريكارنس بيحصل زي انتمال هايبربليزيا على الساينس، فيعمل ريستينوز على الستنت نفسها، فالستنت نفسها دي هي نفسها، وفي العاده ده بيحصل يا اما في الستنت او ممكن على اطرافها، يعني الحاله اللي حصل معانا فيها كده واحتاجنا نركب ستنت ثانيه كان على طرف الستنت حصل ريستينوز، فروحنا داخلين عليها بنعمل تلسكوبيك ستنت كاننا ركبنا لها كماله يعني جزء ثاني عليها. طب معلش يا دكتور، هي بتتغير ولا فور لايف؟ لا فور لايف. هي within few months اي ستنت بتركب في الارتي او الفين، within few months الوول بتاع الفين او الارتي بينمو عليها بيحصل لها اندوثيلايزيشن وبتبقى خلاص جزء من الوول بتاع الفين او الارتي، ولذلك احنا حتى بنبدا دايما لما بنركب ستنت بدبل انتي بليتلت وبعدين بعد كام شهر بننزلها لسنجل انتي بليتلت. هو سنه على سنجل، لكن الدبل ممكن 3 شهور او 6 شهور ونوقفها.
في العاده بعد 3 او 6 شهور بنوقف واحد فيهم مثلا البلافكس او البريك او كده، والاسبرين ممكن نكمل عليه سنه وساعات بنكمل فور لايف، لكن سنه يعني مور ذان انف. هي حسب نوعها، في منهم اللي هم معمولين من نايتينول، في منهم اللي معمولين من لا لا خالص. هي دي معلومه حتى دايما نقولها للراديولوجيست، ان اي ادوات بنستخدمها في القسطره تقدر تخش الام ار اي سيفلي، سواء الستانس الكويلز اي حاجه نستعملها في القسطره بتخش، لان هم الشركات بتبقى عاملاها مخصوص بادوات تقدر تخش الام ار اي. دي راندومايز كنترول ترايل، احنا ما زلنا عند مرحله الكيس سيريز، لكن احنا اول راندومايز كنترول ترايل بتكمبير الستانت بالشنط في حالات الايديوباثيك انتركرانيال هايبرتنشن، هي اون جوينج دلوقتي، المفروض ان احنا ويتنج ان احنا ناخد النتائج بتاعتها في 2027، لان من خلالها هنبقى وصلنا للهايست ليفل اوف ساينتفك ايفيدنس. يعني دي بعض الكيسز رابيدلي اللي كنا عملناها، دي حالاتنا. دي عيانه عندها زي ما طبعا كواليتي الام ار في مختلفه عن كواليتي القسطره، القسطره طبعا الصوره اوضح بكتير. هنا احنا شايفين بس ان في سينوز هنا وهنا، والحقيقه كل ما جهاز الرنين بيبقى اقوى كل ما فعلا بيدينا معلومات انفورماتيف، لان هو لو جهاز ضعيف دايما الساينس هيطلع كان في سينوز وممكن ما يبقاش في حاجه، فهو لازم الجهاز يبقى قوي عشان عن 1.5 تسلا، يعني 1.5 فما فوق يبقى اكسبتد جدا. فهنا باين ان في بايلاترال ستينوزيس، وفعلا لما دخلنا صورنا فعلا في سينوز هنا وفي سينوز هنا، والحقيقه الاثنين كبار بس ده حجمه اكبر من ده. ده ردا على سؤال ايه بتاع حضرتك تعادل، اللي هو نركب هنا ولا نركب هنا، الاثنين الكاليبر بتاعهم قريب من بعض لكن دي اكبر شويه في الحجم. فدخلنا قسنا البريشر جريدينت لقيناه 7 ملم مركل، دي القسطره اللي بنقيس بيها، بنقيس البريشر هنا وبعدين نسحبها ونقيس البريشر هنا قبل وبعد الحته الاستيناتيك، وبعدين ده واحنا بنركب الاستانت، ده الاستانت وهي بتتفتح اوكي، وده بعد ما ركبنا الاستانت خلاص الحته اللي كانت استيناتيك هنا ايه فتح، والسيمبتومز الحمد لله ريزولفد كومبليتلي. احنا الحالات دي كلها واز فولود كلينيكالي افتر ووردز. يعني دي انذر كيس، هنا شايفين برضو الاثنين موجودين بس دي الناحيه اللي فيها البلساتايل تينيتس، وعندنا اراكنويد جنريشن هنا كبيره عامله فيلينج ديفكت جوه الساينس اللي هي دي اوكي، فهو ده الناحيه التارجت بتاعنا لان فيها بلساتايل تينيتس في الناحيه دي. نفس الكلام ده الستاند قبل ما نفتحها، دخلنا قسنا البريشر جريدينت، وبعدين ده واحنا بنفتح الستاند، ده افتر ديبلويمنت اوف ذا ستاند الاستينوز بتروح فاتحه على طول، وده افتر ديبلويمنت اوف ذا ستاند الاستينوز اللي كانت موجوده هنا. شوفوا حضراتكم الصوره اللي كانت في الاول، ده الاركنويد جرانيوليشن او الفيلينج ديفكت، ده ما بقاش باين ايه بعد ما ركبنا الستاند، خلاص ما بقاش موجود هنا اي فيلينج ديفكت. انذر كيس نفس الكلام، بايلاترال ستينوزيس يمين وشمال، هنا في فيلينج ديفكت وحته ستينوتيك، ونفس الكلام هنا اركنويد جرانيوليشن. هنا البريشر جريدينت كان 30 ملم which is very high، ده واحنا بنركب الستاند، وده بعد ايه ما ركبنا الستانت وخلاص الاركنويد جنريشن اتفعصت في الول والستينوزز اتفتحت. دي حاله اكستنسك ستينوزز، الديورال ليفلتس ضغط على الساينس من بره الناحيه اليمين دي، والناحيه الثانيه هايبوبلاستيك، فطبعا هنركب في الناحيه الدوميننت اللي هي فيها الستينوز دي اللي هي باينه في اللاترال هنا. ده برضو احنا بنعدي بالستانت، وده بعد ما ركبنا الستانت and this is after stenting، الستينوز اللي كنا شايفينها is no more seen، وده بعد ما ركبنا الستانت. يعني to sum up زي ما كنا بنقول ان هو دلوقتي lateral sinus stenosis او transverse sinus stenosis is considered to be the most common cause of pulsatile tinnitus، من اسباب اخرى كثيره لكن دي most common cause، وهي بتشكل 90% من اسباب البناين intracranial hypertension، وممكن تعمل معاها spontaneous CSF leakage. بنعمل investigations بتاعتنا من ناحيه clinical، من ناحيه fundus examination، CSF pressure بنقيسه باللمبر بانكشر، اتاكدنا من ان هو في بابيلوديما وان في هاي بريشر في السي اس اف، عملنا ام ار في لقينا في ستينوزز، بنخش بعد كده نصور بقسطره لقينا ان القسطره بتكونفيرم ان في ستينوزز، بنقيس البريشر جريدينت اكروس الستينوز لقيناها هيموداينامكلي سيجنيفيكانت، ساعتها بنركب الستانت. بنطلع ستيب وايز خطوه خطوه عشان نتاكد ان احنا وي ار تشوزينج الجود كانديت اللي ممكن يكون استفيد. ثانك يو. طبعا يعني مفيش كلام يتقال بعد كلامك يا دكتور فاروق، يعني ربنا يجازيك كل خير بجد والله، الف 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 شكر. يعني هو انا لوحدي بس المستمتعه بالكلام ولا ربنا يكرمكم بكل خير. اتفضلي يا دكتوره نيرفانا. بشكر الاستاذ الدكتور فاروق حسن طبعا على هذه المحاضره القيمه، بصراحه يعني وضحت لنا حاجات كثيره كانت غايبه عننا بصراحه.
انا بس كنت عايزه اسال حضرتك هل في اكسبيرينس بالنسبه للاذر ساينسز ولا هي بس الاستنت مقتصره اكتر او سيرجري دلوقتي يعني بيلونجينج اكتر للترانسفير ساينس؟ لا حضرتك قصدك ان يبقى حاجه مثلا في سبير سيرجيكال لو سبير سيرجيكال ساينس مثلا لو في حاجه في الجاجولر فكنت بقى ستريت ساينس ولا بس هو طبعا زي ما حضرتك بتقولي هو ممكن البنايت سيكريت هايبرتنشن تحصل برضو مع سبير سيرجيكال ساينس ستينوزز او كده. هو الحقيقه ده حقيقي بس هو الحقيقه الكومنست يعني باي فار هو ترانسفيرس ساينس. في السيريز بتاعتنا احنا ما عندناش حقيقه ولا حاله عملناها غير كلها ترانسفيرس او سيجمويد. السيجمويد برضو ساعات ترانسفيرس او سيجمويد كلهم ما فيش ولا حاله كنا ركبنا فيها ستنت في سبير سيرجيكال ساينس. بس احنا كنا قابلنا حالات يمكن حاله او اثنين اتذكر كان فيهم السينوس في السبير سيرجيكال ساينس ما تركب لهمش ستنت بعد كده لان هم مشوا ميديكال تريتمنت وكده وما اعرفش الفيدباك ده عليه. لكن اتس بوسيبل ان احنا نلاقي ستينوز في حته ثانيه. هي تكنيكال هي تبقى نفس الحاجه بالظبط بس بدل ما نروح حاطين ستنت هنا هنحطها هنا. نعم شكرا جدا دكتوره شيرين بجد انا مبسوطه وشكرا للدكتور معلش انا اسفه شكرا جدا لحضرتك يعني فعلا انا كنت هزعل لو ما جتش. عندي تو كومنتس وبس وسؤالين. اول كومنت بس الريهام هو البريشر انت كنت قلتي 300 ملم او لو هتقولي سنتيمتر يبقى 30 اوكي تمام. الحاجه الثانيه كان في كيس ريبورت كده يعني جات لي من وين بالصدفه انا ما كنتش عارف اصلا البرزنتيشن النهارده بس كان على بير ريفيو يعني على كيوريوس كنت شفتها على حاله عيان 60 سنه وجايب رايت سايدد ويكنس وافيزيا وكان عنده بيزل جانج ليفت بيزل جانجليا وسلاميك انفاركشن وكانوا عملوا له معرفش ليه ديجيتال انجيوجرافي لقوا ان الحاله عنده ثرومبوزس في الفين اوف جالين والبيزل فين وجايه كان الفكره ان هي جايه بيونيلاترال برزنتيشن بس على شيء بيونيلاترال سيركلر برزنتيشن لان العنده كان عنده برده زي ستينوزس او هايبوبلاستيك ليفت ترانسفيرس ساينس فهو ده اللي كان سيمتوماتايزنج وعمل انفاركشن في البيزل جانجل والعين كان جاي شكله يعني برزنتيشن ستروك. الحاجه بقى السؤال اللي انا كنت عايز اساله لحضرتك الساينز اللي بنشوفها في الام ار اي سواء الام تي سيلا الميكلز الحاجات دي كتير بنشوفها حالات عندهم الساينز دي وما عندهمش بابليديما نعمل ايه بقى؟ هل نمشي ورا الايمجينج ولا يعني عنده الفولو اب ولا ايه؟ وساعات حتى الهيدك بتاعهم ما بيبقاش اللي هو ممكن يكون عمل ام ار اي لسبب اخر ما بيكونش فيه يعني حاجه تقول ان ده اي اي اتش يعني ما عنديش حاجه سوليد. كان في سؤال بقى اخير للاوفثالمولوجي لو حد معانا امتى بقى في البريمتري امتى نقول في البريمتري هنعمل اوبريشن العيانه مثلا عنده محتاج اوبريشن دلوقتي او لا. اوكي شكرا. هقول لحضرتك هو زي ما حضرتك بتقولي هو احنا مش هنبروسيد ان احنا نقول ان احنا نستنت الا لو اكتملت عندنا الدياجنوستيك كريتيريا اللي تخلينا نبقى واثقين من الباثوفيسيولوجي وان هو فعلا دياجنوز كده بمعنى ان هو وجود بس راديولوجيكال ساينز ان نلاقي فيه بارشال امتي سيل او كده. الحقيقه ساعات ده بيبان من غير ما يبقى العين كلينيكال عنده سيمتومز حقيقيه تاكد ان هو عنده بناء انتكنال هايبرتنشن. فلازم يكون عندنا زي ما كنا بنشوف اللي هو الموديفايد داندي كريتيريا لازم يكون عندنا كريتيريا مختلفه تاكد لنا ان احنا فعلا من دياجنوز. حضرتك برده ساعات بيكون في فلاتنينج في الاوبتيك نيرف والبيري الشيس حوالين الشيس فيهم يعني برده الساينز دي برده هل هنعتبرها زي الام تي سيل ان هي ممكن حاجه انسيدنتال فايندنج ولا برده نمشي هو الحقيقه يعني انا عمري ما شفت فلاتنينج للاوبتيك لل اسمها ايه ديت الجلوب من غير ما يبقى معاها بلاينت كامبريش. بس طبعا لو فرضا ان هو موجود مش هنبروسيد فور تريتمنت الا لو العيان سيمتوماتايزنج بمعنى ان هو عنده بابليديما وقسنا اللامبر وعملنا لامبر بانكشر وقسنا سي اس اف وطلع عالي او عنده باستال تنتس لازم حاجه وباستال تنتس مش محتمل. يعني ممكن العيان يبقى عنده ترانسفيرس ساينستينوس العيان عندها ترانسفيرس ساينستينوس وعندها باستال تنتس بس هي توليريتنج التنتس ومتعايشه معاها بتقول انها بتضايقها من حين لاخر بس هي مش عايزه تعمل حاجه اتس اوكي ممكن نمشي معاها ميديكال تريتمنت نفولو اب على لونج تيرم بفاندس اكزامينيشن كل شويه نتاكد ما بيحصلش ديتيريشن للفيجن نعمل بريمتري يعني نعمل حاجات ثانيه ومش هنخش المرحله ان احنا نعمل حاجه انترفنشنال الا لو فعلا بقى عندنا سيمتومز حقيقيه سيمتومز معنى باستال تينيتس مش توليريتد او ان ابتدى يبقى الفاندس والبريمتري فيهم مشاكل او العين عندها هادك برضو جامد ومش بتمبروف على الميديكال تريتمنت ساعتها بس هننترفير.
انا كده جاوبت على سؤال حضرتك ولا؟ شكرا لحضرتك. شكرا. انا عايزه الاول اسال دكتور شيرين سؤال او دكتور ريهام ريليتد لاول سيستر، هل وجود انفاركشن في الاول خلاها لسه تحت كرايتيريا البناين انتركرينيال هايبرتنشن، او دكتور عادل برضو يا ريت ده بخصوص اول سيستر. سؤال الفيجن، هو احنا بنفولو اب الفيجن لو في ديتيريوريشن؟ العيانين دول غالبا بيفضل السنترال فيجن بتاعهم كويس قوي، بيفضل 6 6 عادي، وفور ذا موست بارت اغلب كورس الديزيز بيبقى لارج بلايند سبوت، بس later on احنا قاعدين بنفولو اب بالبريمتري لو بدا يحصل كونستريكشن للبريفيرال فيلد وكونسيكتيف، هو ده اللي بنبدا نتدخل ان احنا عايزين حاجه اعلى من الماكسيمال ميديكال ثيرابي لو مش جايبه نتيجه، لو في بروجريسيف فيجوال فيلد لوس للبريفيرال. honestly مش عارفه، بس احنا اصلا موضوع البريمتري ان احنا ازاي بنفولو اب ممكن اب تو كونسيكتيف 6-7 بريمتريز بس عشان نعرف نقول ان هم اكيوريت، لان هو بيبقى فيه discrepancy كبيرة قوي بين كل تست وتست، لان هو تست بيطول قوي في learning curve للعيان. يعني عادة اصلا مش بنعتمد على اول كام بريمتري للعيان، لان هو بيبقى لسه البيشنت بيتعود على التست نفسه. بالظبط، احنا لازم نبقى واصلين على الريلايبيليتي انديسز، ولازم نبعته لعياده نيورو اوفثالمولوجي وهو اللي بيحدد بشكل الديسك وشكل الكونسيكتيف. يعني عمرنا ما بنقول من اول بريمتري كذا بريمتري نقدر نقول ان هو العيان فعلا بيديتيريوريت ولا لا، وكام بريمتري بالظبط عشان نقول دي لسه ناس مختلف عليها. يعني بيقولوا اب تو 7 عشان نقدر مثلا نقول انه في ديتيريوريشن ولا لا. بس سؤال صغير بس معلش يا دكتور فاروق بعد اذن حضرتك، هل احنا محتاجين ان احنا نعمل اللي هي البريشر جريدينت في الاستينوزس ولا مش محتاجينه دلوقتي؟ هو يعني احنا هو احنا بنعمله بالقسطره، بندخل بالقسطره ترانس فينس سواء داخلين ترانس فيمرال او جاجلر، وبنعدي مايكرو كاستر وبنحط التيب بتاعتها بروكسيمال وديستال للستينوز مره كده ومره كده، بنحط التيب بتاع القسطره وبعدين بنوصل القسطره بالارتيريال لاين اللي هو بيقيس البريشر. اللي هو دكاتره التخدير بيعرفوا يعملوه على طول على المناطق، لان هم او حضرتك يعني عايز اقول بيت بالظبط بالظبط كده بالظبط كده بالظبط بالظبط كده لا بالظبط كده، بنقيس قبلها وبعدها. لو قبلها لان الفلو ماشي كده، لو قبلها البريشر اعلى من بعدها بفرق اكتر من 4 او 5 ده بالنسبه لنا سيجنيفيكانت. لا هو الحقيقه الجزء الثاني من السؤال بتاع حضرتك هل لازم نقيسه ولا لا، هو الحقيقه كلاسيكال يكون دايما بنقيسه، بس هو دلوقتي يعني 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 في اخر كونفرنس كنا بنتكلم فيه على القصه ديت، يعني كان كذا حد من الناس بره بيقول انا بقيت بركب ستانت من غير ما اقيسه، لان بصراحه خلاص العيان دايجنوزد وانا شايف السينوز قدامي والعيان عنده بقى الفول بلون بيكتشر من كل حاجه، خلاص انا بركب ستانت والعيان بيمبروف. شكرا لا تكفي والله يا دكتور. تعليق بس خلاص، يعني العيانه الاولانيه 22 كان عندها سيربيلر انفاكشن وهيمي باليس او التاكسيك هيمي باليس في السن الصغير ده، قعدنا نتخانق انا والدكتور نيرفانا، فهي قالت لي الحل، قالت لي ممكن تبقى فينس انفاكشن نتيجه لسيرس فيموس او سبب ايه. للاسف هي مش فينس خالص، والدكتور فاروق نفسه عارفها حضرتك طبعا، هي السن الصغير ده ايه سبب السيربيلر انفاكشن؟ هي قريبه لا يعني اخر من السؤال بس، ولو جات لك في الودن في الاول خالص هتعمل معاها ايه؟ هي مش فينس انفاركشن اصلها، هي ارتيريال بارشور ان هي حاولنا نشوفها ان هي يعني هي ست جاي في امبارس خلاص؟ جات لك اول اربع ساعات ونص ايوه هتعمل هاو تو مانج. هي لو المفروض انها اسكيميك ليجن هي لو بروفنا اسكيميك ليجن وجايه في اول 4 ساعات ونص، طبعا يعني حضراتكم اساتذتنا في كده، لو هي انديكيتد اف ار تي بي اي هتاخد ار تي بي اي، لو معاها لارج فيسل اوكلودد يعني حاجه من الميجر فيسلز، بنتكلم بقى على الفيرتبرال او البازلر او كده، هنعمل سومبيك. عندها ستينوز حضرتك قصدك في الساينس يعني؟ هو اصل هو الحقيقه يعني هي بالنسبه لنا دي حاجه ان كلاسيك يعني انا انا الحقيقه اصل انا أو يعني انا مش عارف هو احنا كنا لقينا ان فيها اي كواجلوباسي او حاجه ولا لا انا مش متذكر. هي الحقيقه انا بالنسبه لي ما زالت هي انا مش عارف ليه ايه العلاقه ما بينهم. مش عارفين لسه لغايه دلوقتي ايه السبب.
اصل هو الاستينوز لو في استينوز وعامل بناين انتركرانيال هايبرتنشن وكده اتس نوت ارجنت تو مانج ات لان هو ما بيعملش فينس انفاركشن في العاده. هو احنا بنعالجه عشان البناين انتركرانيال هايبرتنشن اول بالساتايل تيلتس. السيريبيلر انفاركشن هتعالج كانها اسكيميك ليجن عاديه خالص. لو احنا في اول 4 ساعات ونص هتاخد ار تي بي اي. مش عارفة ايه سبب السيريبيلر انفاركشن. اتعمل لها كل حاجة في الدنيا. لا 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 للأسف للأسف مش فينس فيلم. هي الاشعاعات لا معايا في الموبايل معايا. لا بس هي لا دي ارتيريال حقيقي مش فينس. دكتور حسن هو دكتور فاروق حسن هو اللي قرا الاشعه وهو مصر ان هي ارتيريال مش فينس. انت عارفها كويس. سيربيلر انفاركشن بوستيريور. فاكر يا دكتور دكتور فاروق سيربيلر رايت سيربيلر ارتري ليفت سيربيلر ارتري انفاركشن. يعني بص يا دكتور فاروق بيه احنا بنتكلم ازاي عيانة في العشرينات عندها بابليدين وعندها انكريس تنشن وعندها ساينس ستونوزيس وعندها امباليسيس وسيربيلر انفاركشن بوستيريور فوسل. انا يعني كلينيشنز اتفقنا معاهم بتقول كده اكوريليت واقول ان دي فينس انفاركشن. ده كان راي البانل هنا. طيب لا ساعات ساينس ثرومبوزز سواء كومبليت او بارشال. وساعات بنلاقي ان في واحد من سوبرفيشال كورتيكال فينز بيبقى ثرومبوز بيبان حتى في السي تي او الام ار اي او كده نلاقي فيه كده في السلساي وكده ساينس ثرومبوز. فهي ساعات بتبقى ايفيدنت وساعات لا بصراحه ما بنبقاش قادرين نعرف. انا هنا كنت مفترض انها واخده ارتيريال تريتوري يعني انا كنت مفترض كده بس انا بصراحه زي انتوا عارفين بتقول انا اي دي هي دي. طيب رايح حضرتك فيها نعم ايه رايح حضرتك ما هي يعني انا شايف الليجن بس يعني اونستلي انا مش قادر اكد سببها ايه يعني مش عارف مش عارف اكوريليت ما بين دي ايه بتاع فيها الاستار يعني سموت لا هي دي حاجه سمول فاسل يعني بافتراض انها ارتيل فهي حاجه سمول فاسل بافتراض انها فينس كده كده يعني ثرومبكتومي في الفينس ات واز نوت بروفد ان هي بتبقى مفيده يعني. طيب انا عايز بس اقول حاجه ثانيه اخلص بس الحاجه دي بعدين حضرتك دكتوره شيرين. واحد لعيب كره مشهور جالي وكان عنده نفس القصه دي وطلع ليدن فاكتور 5 ليدن فاكتور 5 انفاكشن بالحجم الكبير ده مش صغيرة هي جاي بين الباليسيس وهي جاي بقى التاكسيا اكتر تمام وماشي على ايلك دلوقتي دلوقتي على قعدت الثلاث شهور ماشي على بيدي اسم بس سنجل انت ممتاز. طبعا بشكركم جدا. شكرا جدا للمناقشة الجميلة. اعتقد ان احنا كلنا استفدنا كتير الحمد لله رب العالمين. يعني هننتقل دلوقتي الى البريك وبعد كده هيتم التكريم على طول بقى باذن الله. شكرا جزيلا.